إذا قيل لك: هل المشركون يستمتع بعضهم ببعض بسبب الشرك؟ فقل: نعم، لكنه استمتاع وهمي في ظنهم. والدليل قوله عز وجل في الآخرة: لما استمتع الإنس بالجن واستعاذوا بهم، هو استمتاع في ظنهم، لكنه هو العذاب الشديد في الآخرة وفي الدنيا. ما الدليل؟ أن الله عز وجل لما ذكر في سورة الجن أن الإنس في الجاهلية إذا نزلوا بواد قالوا: نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، صرفوا الاستعاذة لغير الله، والاستعاذة عبادة، من صرفها لغير الله فقد أشرك بالله عز وجل. فقال عز وجل: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يعني تعبا، كلما استعاذوا بالجن زادهم الجن إرهاقا وتعبا، معاملة لهم بنقيض قصدهم. لما؟ لأن الشرك عذاب والتوحيد راحة وطمأنينة. أما في الآخرة فاسمع إلى ما قاله عز وجل: ويوم يحشرهم جميعا: يا معشر الجن، قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله.